طبعا هنا محل الحاج حسن بالكسرة بس باعوا جمال، باع زيتون طرشي ما شاء الله طرستيني. طبعا المحل هنا هم مشهور وقديم معروف، أكيد هواي ناس يسمونا من الكسرة. هذا خلف أصلي هو زيت الزيتون، يعني تقريبا هذا شنو مدبس؟ هذا مدبس بيش كيلو؟ هذا كيلو ستة. ستة هذا الزيتون؟ الزيتون على ستة كلية بدون منوة بسبعة. ها بدون منوة بسبعة هذا الزيتون. الطرشي هذا الخيار؟ طرشي عندك بثلاثة باربعة، المشكل بستة، ايه خيار بخمسة. طرشي البان الاجبان شو عندك نوعيات؟ هذا بيش هذا؟ هذا باربعة. باربعة هذا زبد شنو هذا؟ دهن حار؟ هذا دهن حار. بيش كيلو؟ كيلو 18. كيلو 18. جبن عرب؟ جبن العرب كيلو 12. شو راح اصورتكم شو اسمه المحل من برا وشوفونه. هذا محل حاج حسن بالكسره، تجون عليه ان شاء الله ما يقصر وياكم. قولوا له من طرف طلال يعطيكم زياده ان شاء الله.